السلام عليكم خاوتي الزفلة ومرحبا بكم في قناة ديكم رائد فلوغ. الموضوع تاع اليوم راح يكون حاجة راح تقيسكم شوية، يعني حاجة راح ماشي حاجة تاع فيزا وتحواز انا هضروا على حاجة بلوز امبورطون تاع الفيزا على التحواز اللي هي الوالدة. علاش اليوم خيرت الوالدة هذه؟ باسكو كنت هضرت دي خطرة على وش احزان المهاجرين، ومن بعد شغل كان عليا نزيد نتعمق شويه باسكو المهاجرين كامل حنايا كمهاجرين حنايا اللي رانا هنا في اوروبا كاين واحد الحاجه نحسوا بها اللي ما يحسوش بها الناس اللي راهم مع الوالده تاعهم. انا بها اليوم حبيت ندير فيديو هذايا ويكون ديديكاس للوالده تاعي ويكون ديديكاس لكل ام وكل مهاجر، وان شاء الله جميع والده جميع ام راهي تشوف الفيديو باسكو متتبعه تاعي بزاف عندهم ولادهم ولا خاوتهم ولا مهاجرين. حبيت نقول لكم باللي اعتبروني انا وليدكم، واش راح نهضر لكم دوكا ديريها في بالك وكانه وليدك ولا اخوك ولا اللي راه مهاجر ويقولها لك. احنا المهاجرين عباك شغل السوجي هذا شويه ديفيسيل، حبيت نقول لكم باللي سمحوا لنا، هي رساله ليما ورساله لكل امهات، سمحوا لنا باسكو حنايا ما هجرناش نحوسوا يعني على الزهول، يعني ايتها الام جزائريه ولا مغربيه ولا تونسيه ولا ليبيه ولا ايتها الام، وليدك ما راحش ما هجرش باسكو يحوس على التحواس ويحوس على الزهول ويحوس على الطوموبيلات. وليدك هجر باش يسقم حياته ويسقم حياه ماله. نقول لكم سمحوا لنا باسكو خلينا لكم حاجه في قلبكم، حرقه في قلبكم، وهذيك الحرقه اللي خلينا في كل ام راهي محروقه على وليدها هجر، وكل ام راهي تبكي صباح وعشيه على وليدها اللي كاين ولادهم الامهات اللي ولادهم ماتوا في البحر. صعيبه بزاف. وكاين الامهات اللي وليدها عنده 4 سنين ما شافتوش، كاين اللي 5 سنين، كاين اللي 10 سنين، وكاين امهات توفوا ربي يرحمهم وما شافوش قبل ما يموتوا الكبدات تاع ولادهم المهاجرين هذوما. كيما انت يا الوالده كي تحرقي وليدك ولا بنتك راهي تتحرق ثانيت، راهي بعيد عليك ما تشوفك وتهضر معاك في التليفون وتهضر معاك في الواتساب وفي الفيسبوك ودام صح. والله غير الحرقه ما يحس بها كيما يقولوا، ما يحس بالجمره غير اللي كواتو، غير كامل 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 مهاجرين بدون استثناء كامل قلبه محروق ويبكي صباح وعشيه، وكوما يتفكر يماه يبكي، كوما يتفكر باباه يبكي. احنا ما شبعناش والدينا، ناس ستو رياليتي هذه الصح، ما شبعناش والدينا. علاش كي كنا عايشين مع والدينا وعايشين مع الامهات تاعنا تنوض صباح تقول صباح الخير تبوسها وتخرج ما تشوفها العشيه، وكاين اللي ما يتلاقاش مع يما نهار كامل، نهار تبعد عليها تحس باللي واحد الفاره خلاته لك. خاوتنا اللي ما هاجروش يقول لك احكم يماك بوس لها على راسها 7000 خطره في النهار وبوس لها رجليها صباح وعشيه صباح وعشيه، وقول قليل شبعوا يماتكم شبعوا الاباء تاعكم. كي تكون بعيد تقول شم ريحتها برك، تقول هات برك نقدر نعنقها، تقول برك يا يما راني حاب نشم ريحتك ونقول لك نحبك. يعني مالوغوزمون احنا كي تكون مع يماك بالك قليل وتقول لها يما نحبك، بصح كي تكون بعيد عليها ماذا بك تسمح حالها ملي تنوض صباح وتقول لها يما نحبك كبرتيني كي كنت صغير وتمرمدتي عليا وما لبستيش انت حوايج على جالي باش نقرا انايا وانت تمرمدتي. يا يما شوف ريتي باش كبرنا حنايا وباش خرجنا رجال، وتقولي هات باقي شوف وليدي يكبر، ومن بعد وليدك يكبر ما يلقاش روحه في البلاد هذيك، ما كان لا خدمه، ما لقينا لا خدمه، ما لقينا سكنه، ما قدرنا نتزوجوا في البلاد، ما قدرنا نديروا تاويل، ما قدرنا نديروا حتى حاجه. على بها يا يما رحنا لاوروبا، رحنا البلاد، جينا لهنايا نحوسوا على مستقبل، نحوسوا كيف نقدروا نسكنوا، كيف نقدروا عيشه كريمه، كيف تكون العداله، كيف ها واش جابنا الغربه يما؟ ما جابتناش الغربه، حاجه واحده اخرى جابتنا الغربه، الميزيريه اللي كنا عايشينها، هربنا من الميزيريه وحبينا نسقموا امورنا لهنا. ولا ماجور كاين بزاف اللي يقول لك نطلع لاوروبا نخدم ونعاون ماليا ونشري لي حوايج ونبعث لها دراهم وتشري صباط وتشري وخوتي يشرو باسكت وتشري حوايج وتروح للطبيب وتخدم فمها مسكينه ونشري لها حجاب ونشري لها ونشري لها ونشري لها. كاين خاوتنا مساكن كي طلعوا لاوروبا لهنايا
يزيد يصرى له مشكل تاع الخدمه ما يلقاش بالخف، والاوراق ما يتخدموش بالخف، ويطول في الاوراق واللي ما يقدرش يهبط. وكاين الناس خاوتنا اللي ما مساكن ما في اوروبا راهم يسوفريو، ما قدروش يخدموا ولا الخدمه قليله ولا مازال ما سقمش روحه، يحشم يهضر مع يماه، يخاف يعيط ليماه باسكو يحشم منها ويقول اني مخلي يماه وما بعتلهاش دراهم. مساكن يحلي المهاجرين تاعنا الحراقه خاوتنا، سواء اللي راهم في لنا في اوروبا ولا امريكا ولا كندا ولا تركيا، ربي معكم خاوتي. على بالي اني حاسس بكم باسكو اني مجربها في روحي. ما تشوفش الوالده تاعك يعني ما تحضرناش، كيقول لك ما تشوفهاش باسكو كي تشوفها في التليفون ما تشبعهاش، يعني ما تشوفهاش قدامك وما تبوسلهاش على رجليها، على بالي واش معناتها، وعلى بالي بلي صعيبه صعيبه صعيبه. البنات خياتنا ثاني تلي هجروا تلقاها مسكينه، لا ما متزوجت ومهنيه في دارها، صح الحرقه تاع يماها بزاف بزاف قاتلتها، منحيه النص منها. احنا رجال بالك، احنا رجال وما ادراك راجل، يعني قلبنا شويه ما نقولوش قلبنا قاصح، قلبنا احنا مبينوه باللي قاصح، بصح قلبنا والله ما قاصح. احنا رجال ما مكي نبكي ونبكي بالخبيه، تبكي بتخبيه على مرتك باش ما تشوفكش، تبكي بتخبيه على اصحابك. دي فوا تحكم طنوبي تخرج برا تلقى الراجل يبكي، تلقى غالقه روحه في الشومبرا يبكي، تلقاها يبعد عن الناس غير باش يبكي باسكو علاش ما يقدرش يخرج، ما كاش كيف يخرج تلقاه يبكي برك. البنات قلبهم رهف منا، يعني يحسوا لها بزاف، وتلقاهم مساكن ما تقدرش ما تصبرش على يماها، تلقاها دائما حرقه في قلبها، ما ميخصها والو، راجلها وولادها قدامها مصح، حرقه تاع يماها واعره. بلا ما نهضروا على خاوتنا اللي توفوا لهم الوالدات تاعهم ولا الوالدين تاعهم وما شافوهمش. يا خوتي ما ربي معاكم، قسما بالله غير ربي معاكم بزاف بزاف. تلقى مسكين يماه ما شافهاش وتوفات وما قدرش يهبط، ما قدرش تكوبالك الهضره، قسما كي تبدا تهضر هكا تكوبالي الهضره، ما قدرش يهبط يشوف تراب تاع يماه، ما قدرش يشوف يماه وين مدفونه. هذاك واش من بنا بقاتلو في اوروبا، هذاك خلاص هذاك شغل نصو راح. الناس يقول لك وعلاش تهجر؟ يا خوتي المهاجر اللي هجر الغالب عليه، انا قلت لكم ما كاش حتى واحد فينا هجر باش يشري فيراري ولا يشري طوموبيل ولا كبيره ولا، لا ماجوريتي يحوس على مستوى تاع المعيش صغير. يعني هي لو مامو في بلادنا حقوق، هي الحقوق تاعنا، احنا ولينا هجرنا باش نحوسوا على حقوقنا في بلدان واحد اخرين، باش دير يعني معيشه صغيره مستوى صغير، تخدم وتاكل وتشرب تخبي شويه دراهم وتزوج، هذا ما كان، هذا واش طلبنا. الغالب ما لقيناهوش في البلدان تاعنا وهربنا، خلينا مالينا، خلينا احبابنا، خلينا حومات تاعنا، خلينا لي كارتي اللي تربينا فيهم، خلينا خاوتنا، خلينا لا فامي تاعنا. تماكم ماناش نتوحشوا، ولا نتوحشوا بزاف بزاف. يعني اللي عنده كوارطو ويهبط كل عام، مام يهبط كل عام وهكاك ويتوحش ماليه من العام لعام، يتوحش وتبقى الحرقه في قلبه. فما بالك اللي ما يقدرش يهبط، ولا اللي عنده مشاكل، ولا اللي ما خدمش كوارطو، ولا اللي عنده سنين ما هبطش. قسما بالله يا خوتي غير قلوبنا مقسومين على زوج، نص هنا ونص لها، حاسين بروحتنا شغل حيين وميتين. علاش حابين نشوفوا مالينا، حابين نشوفوا مالينا يعني. وخاوتنا الحراق اليوم بلا كوارط ما يقدرش يشوف ماله، يخلي ولاد خوه صغار نهار يعاود يكتب له ربي 4 سنين 5 10 سنين نهار يهبط لقاهم كامل كبار ورجال. يشوف ولاد حومته تلقى روحك مغترب هنايا، وكي تهبط لبلادك تلقى روحك مغترب في بلادك، باسكو تولي الناس كاع اللي تربيت في وسطهم واللي عشت في وسطهم كامل كبروا. الصغار دراري صغار ولاو كبار، بنات صغار ولاو نساء الله يبارك، وحومتك تبدل تولي مهاجر هنايا، وكي تهبط لبلادك تبقى مهاجر ثاني مغترب في وسط بلادك. اللي تشوف فيهم ما تعرفهمش، تبدل عليك الحياه، تبدل عليك كلش. واش ما يتبدلش عليك؟ الغزره تاع يماك برك، الغزره تاع يماك اللي تقعد توجور تشوفك انت وليدها، وتوجور تشوفك انت مازالك صغير وما تعرفش صلاحك، ما في عمرك 40 سنه، ما في عمرك 30 سنه، ما في عمرك 45 سنه، تبقى يماك دائما تشوفك انت وليدها. والحنانة تاع الأمة كاش كيما هي، قسما بالله يا خوتي. يعني كاين حنا الحمد لله، كاين لنا بكوارط الحمد لله ما خصنا والو، ولكن تخصنا الميمات تاعنا قسما بالله يا خوتي. على بها الميمات نقول لكم سمحونا باسكو إلى الأم بكات على جنة، يعني حنا كنا من الأسباب اللي بكينا مالين علينا وما راناش مرتاحين. هذه تبقى لنا في الضامر، تبقى في حياتنا، وتبقى نبقاو نبكيو عليها، وتبقى نبقاو نسوفريو بها، ماشي حاجة سهلة. رانا نتعذبوا والله، رانا نتعذبوا صباح وعشيه.
رسالة لكل الأمهات، نقول لكم سمحوا لنا احنا ولادكم، دعوا لنا برك، دعوا لنا بالخير، ودعوا لنا باش يبعد علينا ربي ولاد الحرام، ودعوا لنا باش نولوا كاع لبلادنا ونولوا سالمين وغانمين. وان شاء الله ربي يطول في عمركم، واللي ماتوا ربي يرحمهم، والحراقه اللي ماتوا لهم عليهم الله يعطيكم الصبر يا خوتي العزاز، ربي معكم. والامهات تاعنا دعوا لنا، دعوا لنا باسكو والله العظيم نتوما راكم مضرارات وحنا رانا مضرارين. نحبوكم، نموتوا عليكم. السلام عليكم.